بتاعت البيتزا هي الدقيق والخميرة. الزيت بيتفاوت اذا كنا نستعمل زيت زيتون او زيت زيتون، ده طعمه ممكن يفرق حاجة بسيطة، لكن نوع الدقيق، كمية الدقيق والخميرة والتوقيت ازاي بنتعامل مع المكونات ديت بتكون هي الاساس. الحاجة التانية ازاي بنعجن العجينة بتاعت البيتزا. لو انا عجنها بايدي ممكن اعجنها لغاية لما اتأكد ان كل حاجة اندمجت، لو اعجنها في العجانة فاذا في حاجتين، لو العجينة بتاعتي بتكون جامدة وبستعمل دقيق اللي هو دقيق القمح اللي من جوه من القلب اللي هو عشان العيش اعمل بيه العيش، يبقى محتاج استعمل الهلب او الخطاف للعجن. او في الحالة ديت لو انا هعمل العجينة الاولانية ديت وهتكون عجينة هشة شوية او الخميرة فيها اكتر، فبالتالي هتكون بيتزا سميكة، فهستعمل اللي هو البتات. فاذا مهم جدا ان انا اعرف ابتدي بايه الاول. بالنسبه للمحتويات او المكونات، انا هستعمل اجيب دقيق واحط شويه ملح، وبعدين انا هحط اما باجي اعمل عجين وخصوصا عجينه بيتزا او حاجه فيها خميره، انا بحط هنا خميره اللي هي الخميره الكيماويه، وبحط سكر، ممكن احط عسل. العسل اللي بحطه ما بحطش كميه عسل علشان البيتزا تبقى طعمها حلو، لا انا بحط كميه صغيره عشان الخميره تتفاعل، لان هنا الخميره لما بحط ملح ده ما بيخليهاش تتفاعل كتير، العسل بيساعد على انها تتفاعل وتتخمر. الخميره هي عباره عن بكتيريا، بمجرد ما بحط لها المكونات بتاعتها اللي هي شويه الميه وال درجه الحراره اللي بتعيش فيها بتبتدي تعيش من تاني، بتبتدي تتنفس. فاجي هنا واحط الميه والميه بتكون دافيه. لو انا حطيت ميه ساقعه قوي الخميره مش هيجرى لها حاجه، بس هتاخد وقت طويل عبال ما تتخمر. لكن لو حطيت ميه بتغلي هيحصل ايه؟ الخميره هتموت، بمعنى انها مش هتبقى تديني نفس النتيجه. المكونات هنا هسيبها تندمج شويه مع بعضها، وبعدين هحط معاها بصل وزيت. بجيب هنا زيت الزيتون اللي انا هستعمله في العجن، احط معاه بصل، هشوح البصل فيه، ومجرد ما البصل بيبتدي يقبل هصفيه واخد الزيت دوت واحطه هنا، وده اللي هيديني الطعم والنكهه. وفي نفس الوقت هحط في العجينه ديت كمان ثوم، اجيب راس ثوم احطها في قلب ورق الالمونيا، احط هنا راس الثوم في ورق الالمونيا وبدخلها الفرن واسيبها لغايه لما بتستوي، وبعدين باجي اجيب مقص واقصها، اتاكد ان انا لما بضغط عليها هتنزل زي المعجون زي ما احنا شايفين، ده التوم بيبقى زي المعجون بالظبط، ودوت اللي هحطه علشان ياخد الطعم جوه العجينه. فاذا انا بعمل حاجه مختلفه شويه بيكون فيها طعم التوم وممكن كمان طعم البصل. طعم البصل بعد ما بحمره هنا شويه بتقليله شويه بسيبه يستوي اصفيه وهحطه هنا على الخلطة ديت أو على العجينة ديت، ونفس الشيء الثوم، هاخد معجون الثوم دوت وهحطه جوه هنا، وأسيب العجينة ديت تنعجن كويس لغاية لما كل حاجة تندمج فيها. ودي بتكون العجينة الأولانية، ممكن أزود هنا السرعة شوية علشان المحتويات تدخل في بعض شوية. زي ما قلت هستعمل الاثنين لان العجينه دي هتكون ماشيه، واثناء ما بتعجن هنعمل مع بعض الصلصه بتاعت البيتزا. ايه اللي يختلف في صلصه البيتزا عن بقيه الصلصات؟ صلصه البيتزا بتكون قطع او كتل بنحتاج انها تكون حتت نقدر نقولها، وعشان هي قطع وكتل ومش هتتصفى يبقى محتاج ان انا اشيل القشر بتاع الطماطم. فانا بجيب ميه وبحط الطماطم في ميه بسلقها، وبعدين برفعها من الميه وباخد القشر ده بشيله، وبعدين اللي اتبقى منه هيكون هو الصلصه. طيب الصلصه دي بتعمل منها ايه بقى تاني؟ بحط فيها ايه تاني؟ بحط فيها بصل، بحط فيها ثوم، ملح وفلفل واوريجانو، شويه زعتر. فابتدي هنا بشويه زيت، احط هنا شويه زيت صغيرين في الطاسه اللي انا هسوي فيها، واحط البصل والثوم البصل والثوم، سيبهم يتبلوا شوية، وأنا ممكن أسلق كله مع بعض، وبعدين أقشر الطماطم، بجيب الطماطم دي بشيل القشر
زيان بسبب ان احنا قلنا ان احنا عايزين القطع للقطع، فبالتالي بشيل العيش عشان مش اصفيها من مصر. خلاص برضه العيش غيرها وبعدين نقطعه كده. الزيت كمان خلاص غيرت، انا شفت الكل قبل كده لو مسكتكم يعني شويه عصير، لكن انا هحاول اخلي كل العصير هنا جوه الحله اللي مش عايزه في المطبخ، لان هحطه بعد كده على البيتزا. فهحط كل حاجه هنا وبعدين هتبينها. وزي ما قلنا الاوريجانو حاجه من الحاجات اللي بتتحط، وما بقول اوريجانو الاوريجانو غير الزعتر، فكل مره هكررها لغايه ما نصمم ونقول للعطار احنا عايزين الاوريجانو والزعتر. واحط فلفل اسود ومنتظر، واحط كمان شويه ملح عليها لو حبيت، وحسيت ان الطماطم اللي عندي ممكن يكون طعمها حمض شويه، شوية عندي شوية عصير طماطم أضيفهم عليها. لو طعمها حمضي ممكن أزود عليها شوية سكر صغيرين. برضو تاني حكاية السكر، أنا السكر لما بحطه بيكسر الطعم أو بيوقف طعم الحمضيات والطماطم الحمضية. فهغطي دول، أحط كل دوت وهغطيها، ولما تستوي هفركها أو هستعمل مفرك زي ما بستعمل في البامية أو الويكا، أو ممكن أستعمل كبشة. المهم إن أنا عايز أكسر، أو بشوكة عايز أكسر الحاجة دي، مش عايز أخليها تبقى، معلش كان عامل قصة شوية، لكن عشان في سبيل البيتزا ممكن أضحي أكتر من كده. فلكن أنا أوريكم الحاجة دي تكون شكلها إيه. ده بيبقى شكل العجينة، ممكن أطلعها هنا أحط شوية دقيق وهطلعها وتشوفوا قد ايه هي. فديت العجينه ديت دي من نوع البيتزا اللي احنا قلنا عليها اللي هي تكون بيتزا سميكة كده. بس بغطيها كده اهو، مش هحط دي كتير عليها، كده بس يغطيها وبعدين نسيبها تتخمر. لما اسيبها تتخمر هتتضاعف، و كمان لما بحطها تتغطى ما بغطيهاش بورق بلاستيك. طبعا العجينه ديت بالمناسبه هي نفس المقادير اللي انا عملت منها اربع قطع من ديت، فديت يعني دي هتزيد اربع اضعاف. فدي العجينه زي ما احنا شايفينها دي مليانه هوا، والسبب ان دي مليانه هوا ايه؟ ان العجين من فوق مسك في بعضه، الخميره بتتنفس، عايز الهوا يطلع ما عرفش يطلع علشان ده ماسك في بعضه. فبمجرد ما باجي انا افتحها كده بخلي كل الهوا يخرج، وديت اللي انا عامل منها البيتزا اللي هي سميكه او غليظه. نجيب شويه دقيق نحطهم هنا وهنفردها، وديت ممكن نغطيها باكتر من حاجه، يعني نغطيها بايه؟ نحط عليها حاجات من فوق. وده الفرق ما بين الفطير والبيتزا، ان البيتزا بعملها وبحط عليها حاجات على الوش من فوق. طبعا دوت فرقيها من جوه بصل وفرقيها ثوم، فبقى فيها طعم اوريدي حتى لو ما حطيتش عليها حاجه ممكن تتاكل كده. وفي انواع بيتزا طبعا اللي هي بتبقى رفيعه، في انواع بيتزا بتبقى سميكه، وكل واحده ليها استعمال وطريقه مختلفه. بعد ما بفردها كده اهوت هجيب الصاج اللي هحطها فيه، وممكن فكره الصاج اللي هستعمله يكون شكل نوع الشكل اللي هستعمله. ممكن استعمل صاج يكون مدور، ولما بحطها في الصاج بسيبها تتخمر تاني. يعني انا جبت العجينه ديت قطعتها على اربع قطع، بقطعها اربع قطع، وكل قطعه منها بحطها في قالب سلطانيه، بعملها كوره لوحدها قايمه بذاتها كده، نراجع مع بعض شويه احنا عملنا ايه. وكل واحده من دول كده اهو بسيبها تتخمر لغايه لما شكلها كان تضاعف وشفناها وفرقناها هنا. بعد ما تتضاعف بحطها في قلب صاج وبسيبها بتعلى تاني، فدي تاني مرة بتتخمر فيها. فعندي الاختيار يا إما بحط عليها الطماطم والفلفل وتبقى حاجات مختلفة عن البيتزا اللي أنا متعود عليها اللي هي على صلصة الطماطم، أو ممكن أحط عليها أعشاب مطرية. بجيب شوية زيت هنا أهوت، أتأكد إن الزيت، هحط شوية زيت عليها من فوق هنا. بعد كده اجيب الزيت، ممكن اجيب
شوية أعشاب عطرية زي زعتر الجبل الروزماري وبحطه فوقيها كده اهوت، وديت ممكن تدخل الفرن كده اهوت وتبقى هي البيتزا اللي احنا متعودين عليها. طب البيتزا اللي احنا متعودين عليها ممكن نعملها ازاي؟ هنعمل نوع عجينة تانية. دلوقتي احنا عرفنا ان العجينة السميكة بتاخد وقت أطول في التخمير، مهم جدا عليه دلوقتي. ما بحطهاش في حتة سخنة علشان ترتفع بسرعة، لا بحطها في حتة تكون درجة حرارة النار عليها. وهي سريعة تتفاعل تقوم زي ما احنا شايفين، بعد ما سيبها حوالي ربع ساعة هتعلى وتبقى الضعف، وفي الأول أصلا كانت مضاعفة بس أنا فردتها. فمهم إن أنا أعمل المرحلة دي قبل ما أدخل الفرن. هندخل دي الفرن وندخل دي الفرن وهنسويهم، ولما نرجع من الاستراحة هنكمل مع بعض صلصة الطماطم، وبعدين هنعمل كام نوع بيتزا تانية. هنعمل عجينة اللي هي تكون رفيعة، ممكن نعملها على الشواية، ممكن نعملها في الفرن، ممكن نحط عليها الطماطم والجبنة وكل الحاجات اللي احنا عارفينها. اهلا بيكم مرة تانية. مش عشان نعمل بيتزا لازم نكون عندنا العدة بتاعتها اللي هي ممكن ازاي نقلب البيتزا او ازاي نجيبها من الفرن بحاجات زي اللي كانوا بيعملوها زمان، او يكون الفرن كبير او قصير. المهم نعرف ازاي نعملها، اللي هو نفس اللي احنا بنعمله ده هو ده اللي انتوا بتشتروه، بس اللي احنا بنعمله احسن شوية. فالفكرة ان احنا ازاي نتجرأ ونستعمل عجينة في الاخر هي دقيق وزيت شوية خميرة نفعتش نجرب تاني وهكذا. اللي احنا عملناها سوا وسبناها تعلى بقت ده الارتفاع بتاعها. باجي هنا بصوابعي وبعمل خروم فيها، بعمل فتحات. ممكن ديت لوحدها احط زيتون في قلب الفتحات دي، او احط طماطم في قلب الفتحات دي. ما بين الزيتون والطماطم هيبقى هو دوت كل اللي مطلوب ان انا اعمله، ويبقى نوع جديد من البيتزا مش لازم يكون ليها صلصه. ممكن نحط زيتون الناحيه دي. فدي هتكون طريقه من الطرق اللي هي ممكن تكون مبتكره وجديده وظريفه ان انا اعملها وتبقى غير المعتاد في كل انواع البيتزا اللي احنا بنعملها. اما الطماطم اللي احنا عملناها قبل ما ناخد استراحتنا كانت عباره عن صلصه سبناها تغلي، وزي ما احنا شايفين ابتدت تتركز، ابتدت تتهري. فباجي هنا وبالمفراج دوت وبكسرها، وهو دوت اللي مطلوب ان انا يبقى عندي طماطم مقروشه او مقروشه او مقروشه يعني مقروشه، ودوت هيبقى الشكل بتاعها اللي هو هيبقى استعملها في البيتزا بتاعتي. صلصة البيتزا تكون مختلفة شوية عن بقية الصلصات، عشان كده بتبقى نوعها زي ما احنا شايفينه بيبقى صلب شوية أو جامد شوية، ودوت هنستعمله على البيتزا اللي احنا هنعملها دلوقتي. النوع العملية الأولاني كان عبارة عن نوع سميك كنا ممكن نستعمله من غير ما نحط عليه صلصة أو حاجة. النوع التاني هنعمله مع بعض وهيكون البيتزا المعتادة اللي الكل تقريبا متعود إن هو يستعملها، ودي اللي هنستعملها هنا الخطاف. احنا عملنا الأولانية قلنا نستعمل الكتاب، والسبب ان احنا حطينا البدالة اللي احنا قلناها عجينة هشة واحنا معانا فيها كتير، فبالتالي كانت مختلفة. هحط هنا شوية السكر صغيرين وشوية الملح والخميرة. مهم جدا لو انا مش يعني لازم احط الخميرة اللي هو واسيبها علشان تتخمر، يا اما ادوب الخميرة في المية واتأكد انها على الأقل خدت 10 دقايق لغاية لما دابت وتفاعلت في قلب المية. واجي هنا هولع الخلاط او العجان، وطبعا انا ممكن اعمل واعجن بايدي نفس الفكره. انا ممكن اعجنها بايدي مش لازم استعملها مكنه، بس علشان بس على وقتكم في حاجات انا ممكن اعملها مع بعض قبل ما العجينه تتعمل. نقول فكرتها ايه؟ فكرتها ان بعد ما بعجنها بجيبها وبفردها، بسيبها طبعا تتخمر ويكون شكلها، وبعدين باخدها افردها واحطها في الصاج اللي انا استعملها فيه. قبل ما بحطها في الصاج بجيب بنفس زيت. في ناس كتير بتقول ادهن الصينيه زيت. الصينيه زيت لو انتوا عايزين تقلوا البيتزا حطوا فيها زيت. لكن المفروض انا احط فيها حاجه عشان ما تمسكش، وما احطش دقيق عادي لان الدقيق العادي يتحرق. في دقيق اللي هو دقيق السيمولينا اللي هو دقيق البسبوسه. ده دقيق السيمولينا بيتحط من تحت، او اذا كان عندي دقيق الذره اللي هو الحصى، دقيق الذره بيتحط من تحت، وهو ده برضه اللي ممكن استعمله في الصاج من تحت بعد ما باخد البيتزا. اما العجينه نفسها هنا نشوف العجينه محتاجه سنه ميه، شويه ميه صغيرين نضيفها شويه ميه ونسيبها تتعجن. وبعد ما تتعجن تعالوا مع بعض نعمل طريقتين جداد للبيتزا. اجيب شويه دقيق احطهم هنا، واجيب العجينه اللي انا سبتها تتخمر في الشارع وافردها. بالمناسبه انا ممكن افرد البيتزا كده، يعني افضل امسكها واعملها كده وهي مع طولها بتنزل،
بشد من فوق كل ما بتنزل ممكن احطها كده وبايدي بعملها وبشدها وبسحبها يعني بتبقى الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين بالطريقه دي فمش لازم يبقى عندي نشاب انا ممكن بكذا طريقه ممكن اخد البيزا لو عايز اعملها من فوق خايف تنزل على راسي فخلينا الاول نعملها بالطريقه دي احسن ان احنا نطبقها دلوقتي وبعدين نبقى نجرب بعدين ومحدش متفق فاجي ديت ممكن احطها كده واجي واحشيها حاجه تبقى العجينه زي ما عملت صوت الخلاط على العجينه ابتدت تتشكل وتبقى قطعه واحده او قطعه واحده فديت بعمل فيها نفس الشيء باخدها هنا لو محتاجه انها تتعجن شويه فممكن ازود لها هنا شويه ميه اسيبها تتعجن شويه لكن المقادير اللي انتوا هتشوفوها على الشاشه الاولانيه كانت العجينه اللي هي الهشه ودي هتكون العجينه اللي هي مش هشه فاجي هنا ممكن ديت احشيها من جوه اخد شويه صلصه طماطم الصلصه اللي احنا عملناها سوا احط شويه صغيرين مش احط كتير ودي حاجه اسمها كالزون او بول احط شويه طماطم اهو وبعدين احشيها اي حاجه انا عايزها ممكن احط لحم مفروم يكون متعصب ممكن احطها هنا شوية لحمة مفروم بقيت هعملها زي نص قمر يبقى شكلها نص قمر أو نص ليلة أحط شوية من ده وبعدين أحط عليها ممكن هنا عندي فين أحط معاها ممكن شوية توابل هندي وأحط معاها جبنة وبعدين بقفلها بضغط عليها من الجناب وباجي من هنا وبعملها كده زي فكرة السموسك أو السموسة أو التيرن أوفر اللي هو بتاع التفاح اللي هو قالب التفاح اللي بتعمل وبلفها كده وبعدين بتاكد ان انا عندي فتحه هنا على الاقل عشان الهواء والبخار اللي يطلع من جوه يطلع من هنا. فده يكون نوع. نوع تاني ممكن استعمل العجينه ديت وافردها وديت ممكن اقدمها وتكون مشويه. ممكن اعمل بيتزا مشويه. اجيب البيتزا ديت كده اتاكد ان كل الدقيق اللي عليها مش موجود وبعدين باخدها وبحطها على الشواية ما بتاخدش وقت. ولو انا عايز اغطيها كده علشان تتكمل شوية بوطي النار شوية ما بتاخدش وقت كبير. وهتشوفوا انها بتعلى معانا دلوقتي. نجيبها الناحية التانية. بتبقى زي العيش. ده بيكون شكلها ممكن اكمل يعني ما بتاخدش وقت كتير وخصوصا انها بتكون رايقه بتاخد الشكل بتاع الشوايه وهيكون طعمها طبعا طعم نشف. فنقلبها هنا نجيب الطبق نجيب حاجه نحطها عليها ما تاخدش وقت كتير حوالي ممكن دقيقه او دقيقتين على كل ناحيه وبعدين ارفعها من هنا وبمسكها وبحس بشوفها يعني انا بشوف العجينه نفسها استوت خلاص وديت هنحط عليها برضو فكره الخضار المشوي فدي هتكون افكار جديده للبيتزا اما البيتزا اللي احنا متعودين عليها ممكن انا ابطل المكان هنا خلاص يعني عرفنا الفكره ايه اما افكار البيتزا نفسها كبيتزا احنا متعودين ان احنا نعملها باكثر من طريقه نحط عليها صلصه الطماطم ده الوضع الطبيعي اللي هو الكل تقريبا بيعملها بنفس الطريقه يجيب البيتزا ويحط عليها الطماطم زي ما احنا بنشوف كده اهوت والصلصه دي اللي احنا عملناها سوا وبعدين ممكن بيحط عليها الجبنه بعد كده. طيب ديت البيتزا هتكون معموله في البيت وعجينه طازه ومختلفه واي حاجه هتحب تحطوها عليها عندنا الاختيارات طماطم اي نوع من الخلطات اللي احنا عايزينها. لكن احنا في برنامجنا طبعا زي ما قلنا لكم بنعمل حاجات تكون ظريفه وفيها بعد شويه عن الحاجات المعتاده. تقريبا هي صلصه الطماطم بس هي اللي استعملها من الخلطه المعتاده والباقي هتكون حاجات ثانيه ظريفه ممكن تستعمل. احط شويه صلصه صغيرين هنا وبعدين اجيب الخلطات الثانيه وابتدي ارصها هنا ونبدا مع بعض هنا بشويه باللحمه واللحمه بتكون لحمه متعصبه واعملها على علبه مسدس بحط هنا بيبقى الحته ديت فيها لحمه متعصبه وبعدين اجي جنبها واحط بصل
البصل هيكون بصل متحمر، وبعدين اجي واحط فلفل متحمر، شويه فلفل متحمر، وبعدين عندي ثوم متحمر برضو عامل نفس الشيء، زي ما عملت مع البصل ومع الفلفل احط شويه الثوم. عندي فلفل تاني احط الناحيه التانيه من البصل، بوزع الالوان براعي الالوان. وبعدين كل واحده زي ما انتم شايفين مثلث طاعم ذاته، وبعدين ممكن احط تونه لو حبيت، لو انا بحب التونه على البيتزا. طبعا بحطها بعيد عن اللحمه علشان ما يبقوش الاثنين جنب بعض. وبعدين عندي اختيار ممكن احط زيتون اسود لو حبيت، بيبقى في الحاجات. فدلوقتي عندي بيتزا ظريفه، لو انا عازم حد او انا بعمل بيتزا وانا بحب اللحمه، ولادي عايزين الخضار وبالتالي ده العكس، او حد عايز البصل وانا عايز الزيتون، فبقطع الحته اللي بيبقى عليها بس نوع البيتزا ده. ممكن احط شويه جبنه على الوش، وده بيكون نوع تاني او طريقه تانيه بيتقدم بيها البيتزا. مش لازم نتبع الخطوات المعتاده، ناخدها لبعد تاني. فدي تكون الطرق. هناخد الصحه ونرجع هنطبخ كل انواع البيتزا ديت، ونراجع مع بعض احنا عملنا ايه، وكمان هنعمل المشويه بطريقه برضه مختلفه. نشوفكم بعد اللحظات ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. وانتم فاكرين احنا عملنا مع بعض، عملنا بيتزا مشويه كان حطيناها على الشوايه خارج اليوم دوت، وقلنا ممكن تتقدم بطريقه مختلفه شويه، وده اللي احنا هنعمله. مش هندخلها الفرن ثاني، لكن هحط عليها لبنه. بجيب اللبنه، اللبنه عباره عن جبنه، عباره عن زبادي متشرب منه كل الميه، يعني محطوط في قلب بيتحط في قلب شاش ويتربط ويتعلق وينزل منه كل الميه. فديت انا ممكن اجيب الخضار المشوي، طالما هي البيتزا مشويه واجيب خضار مشوي. عندي جزر ببقى متبله، بحط عليه ملح وفلفل، بحط عليه شويه بقدونس وزيت زيتون، وبعدين ممكن احط على البيتزا ديت الخضار المشوي اللي هو هيكون ممكن نشكله ناحيه كده، اعملها شبه دايره. كمان بستعمل كوسه، وممكن استعمل انواع تانيه من الخضار، وليكن طماطم او فلفل لو عندي اي حاجه انا ممكن استعملها، لكن ممكن احط كمان ادعمها بشويه فراخ لو حبيت، او لو عايز اجيب سجق ممكن احط سجق عليها، واجيب طماطم شويه هنا اهوت واحط كام واحده في النص، ولو حبيت اوزعها ممكن احط اكتر من كده، احط هنا حته كوسه ونحط هنا جزره. فده هيكون البيتزا اللي هي المشويه، وممكن احط عليها شويه زيت زيتون من فوق قبل ما اقدمها، وبتكون ديت فكرتها او طريقتها اللي بتقدم ممكن تقدم برده. عملنا مع بعض العجينه اللي هي كانت هشه، وعملنا فيها الفتحات وحطينا فيها الطماطم مع الزيتون، وقلنا البيتزا العاديه اللي احنا عملناها كان في سؤال مهم جدا، قد ايه تتخمر؟ البيتزا عموما لازم ان احنا ندوب الخميره، لو ندوب الخميره في الميه بنسيبها لغايه ما كل الخميره تدوب ومبقاش فيها اي حبوب، وخصوصا الخميره الكيماويه. وبعدين لما بنحطها في العجينه بنسيبها في مكان نغطيها زي ما عملنا، ونسيبها حوالي نص ساعة 45 دقيقة في مكان دافي، ممكن جنب الفرن، بس مش في الفرن، مش في حتة سخنة عشان نخليها تتخمر بسرعة. وبعد ما بتفردها بسيبها شوية كمان حوالي 10 دقايق عشان تبتدي ترتفع تاني، وبعدين بسويها. وعملنا مع بعض حشينا هنا اللي هو اللي بيسمى كالزون بنفس العجينة، وحطينا فيه طماطم، بس ما ننساش نعمل فتحات علشان البخار يطلع منه. وديت قلنا نعملها بطريقة كل واحد عايز ياخد القطعة بتاعته، مثلا عايز بس فلفل يبقى انا بقطع الحته ديت وباخد فلفل، لو عايز لحمه بس باخد دي، لو عايز بصل باخد دي، بدل ما بحط زي ما احنا متعودين بنحطها على كل حاجه، يبقى عندنا الاختيارات. طرق مبتكره، طرق ظريفه سهله سريعه، ممكن نعمل بيتزا. عندكم دي، عندكم خميره تاني في ميه، فممكن نقوم دلوقتي نجرب البيتزا على ما يجيبوا الجبنه لو ما فيش جبنه، واستعملوا اي زيت، مش لازم يكون زيت زيتون، المهم جربوها.